نشرة الأخبار مع رياض الياس وأمل غازي. نرحب بكم أينما كنتم، ونشرة إخبارية تأتيكم من العراقية الإخبارية، والبداية مع أبرز عناوين هذه النشرة. انطلاق عمليات أمنية موسعة في 4 محافظات لفرض سلطة القانون وملاحقة فلول داعش الإرهابية. بعد خلو جدول أعماله من التشريعات الانتخابية، مجلس النواب يواصل جلساته ويناقش عددا من مشاريع القوانين. صالح والكاظمي يناقشان إجراء الانتخابات المبكرة ومطالبات بتجاوز الأخطاء وتصحيح المسار الديمقراطي. قرارات عدة تصدرها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والصحة العالمية تؤكد لا لقاح قبل منتصف العام المقبل. مشاهدينا الكرام، خبرنا الأبرز في نشرة الظهيرة لهذا اليوم هو من ملف استمرار عمليات فرض القانون ومحاربة الإرهاب، إذ انطلقت فجر اليوم عمليات أمنية موسعة لفرض القانون وبسط الأمن وملاحقة فلول داعش الإرهابي في محافظات البصرة وميسان وديالة وكركوك. ونفذت القوات الأمنية في البصرة حملة تفتيش واسعة في مناطق متفرقة من المحافظة، أسفرت عن اعتقال 52 مطلوبا للقضاء، فضلا عن القبض على عدد من الأجانب المخالفين للإقامة ومصادرة أسلحة مختلفة في منطقة حمدان وجزيرة أم الرصاص. وفي ميسان شرعت القوات الأمنية هناك بحملة تفتيش في ناحية العزير وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض بحق المطلوبين ومصادرة الأسلحة غير المرخصة. وفي كركوك أعلن قائد المقر المتقدم للعمليات المشتركة الفريق الركن سعد حربية تنفيذ عملية عسكرية مباغتة حققت نتائج مهمة حتى الآن، وأسفرت عن القبض على إرهابيين، بينما فجر آخر نفسه حين تمت محاصرته، فضلا عن العثور على 50 صاروخ كاتيوشا وأوكار ونفق في مناطق جنوبي المحافظة. وفي ديالى باشرت القوات الأمنية فجر اليوم وبإسناد من طيران الجيش بتنفيذ واجب في زور أم الحنطة وزور الإصلاح في قضاء خانقين لملاحقة بقايا عمليات داعش الإرهابي. مشاهدينا الكرام، سوف يرافقنا في الاستوديو حول الملف الأمني لهذا اليوم الخبير الأمني أحمد الشريفي. نرحب بك أستاذ أحمد هنا في الاستوديو، وأيضا نكمل معكم حيث في ذات السياق أكد المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي أن القوات الأمنية حققت نجاحا باهرا في موضوع محاصرة المجرمين ضمن عمليات فرض القانون. الخفاجي أشار إلى اعتقال العشرات من تجار المخدرات والمهن، فضلا عن مصادرة أسلحة واعتداء كانت بحوزة خارجين عن القانون، مبينا أن العمليات ستستمر لفرض الأمن وهيبة الدولة ولن تتوقف إلا بعد الانتهاء من مصادرة السلاح غير المرخص بنحو كامل.
طبعا أستاذ أحمد الشريفي، سوف نناقش معك في هذه النشرة الملف الأمني حول العمليات التي مستمرة حتى اليوم، ولكن قبل أن نناقش كل هذه العمليات سوف ننتقل إلى رودي أنور من كركوك. رودي، نرحب بك. رودي، حدثني عن صورة المشهد والعمليات التي تجرى في كركوك، وأيضا أبرز ما تم تحقيقه حتى هذه اللحظة. السلام عليكم. بالتأكيد العمليات اليوم في كركوك هي عمليات كبيرة انطلقت من مختلف المحاور التي تتواجد فيها القوات التي تقع ضمن مسؤولية المقر المتقدم للعمليات المشتركة. كانت هناك عدة محاور اشتركت فيها ألوية من الجيش العراقي وفرقة الشرطة الاتحادية وأيضا الحشد الشعبي وطيران الجيش. بالتأكيد كان هناك محاور مختلفة ضمن هذه العمليات، من أبرز هذه العمليات هو وادي الشحمة. قيادة الفرقة الخامسة تمكنت من بعد محاصرة 3 إرهابيين، أحدهم قام بتفجير نفسه وألقى القبض على آخر، والثالث حاليا نحن متواجدون في هذا الوادي يتم محاصرته لقتله واعتقاله. هناك حاليا تجري عملية بحث وتفتيش. من خلال هذه العملية أيضا تم العثور على 5 مضافات هي رئيسية في كركوك أو في هذا الوادي. هي هناك مفرق تحوي على 6 أشخاص، نعم. تم ردهم وفق معلومات استخباراتية. أيضا تمكنت قوات الحشد الشعبي في محور آخر وهو تل الضباع من العثور على 60 صاروخ كاتيوشا ومقذوفات مختلفة، إضافة إلى تفجير 4 عبوات ناسفة. في هذا القاطع الذي أتواجد فيه حاليا وهو قاطع الشرطة الاتحادية باتجاه مناطق جنوب غرب كركوك، تمكنت قيادة الفرقة الخامسة من الشرطة الاتحادية من العثور على 50 صاروخ كاتيوشا ومضافات، وأيضا على نفق آخر ضمن هذه العملية. العملية حققت نتائج مبهرة وكانت من طبيعتها المباغتة، حيث تمكنت من حصر عدد من الإرهابيين كما ذكرنا سلفا، وحاليا العملية مستمرة حتى تحقيق أهدافها بالكامل. العملية مثل ما قلنا انطلقت منذ الصباح الباكر وتشمل جميع المحاور في المناطق التي شهدت توترا امنيا او فعاليات فيما تبقى من عناصر داعش في هذه المناطق. طيب رودي، حدثني عن ابرز هذه المحاور وايضا كيف يتم التنسيق ما بين هذه المحاور. يعني لدينا محور الرشاد، لدينا محور تل الضباع الذي هو خلف ناحيه تازه، لدينا محاور ايضا باتجاه قضاء دافوق، لدينا محور على حوض حمرين. بالتاكيد هناك تشكيلات مختلفه نتواجد حاليا في الخطوط الأمامية لهذه العمليات. هناك تنسيق عالي المستوى بين جميع صنوف القوات الأمنية. هذا التنسيق أوصلهم إلى هذه، أو التنسيق الاستخباراتي أوصل هذه القوات أو هذه القطاعات إلى هذه المضافات، إلى الأشخاص الذين يعتقدونها ملاذات لهم، حيث أجبرت كما قلنا أجبرت عدد أحدهم أقام بتفجير نفسه، لكن مع الأسف هناك كان انتشار عبوة ناسفة أصيب فيها 2 من قواتنا البطلة في الشرطة الاتحادية. نعم رودي أنور، كنت معي من كركوك، شكرا جزيلا لك. ننتقل الآن إلى الأستوديو وضيفنا طبعا هنا الخبير الأمني أحمد الشريفي، نرحب بك أستاذ أحمد مرة ثانية. عملية كبيرة مثل هذه العملية تمتد من عدة أماكن متصلة بمحافظة ديالى، في البداية كيف ترى انعكاس العمليات الأمنية هذه لفرض القانون وحصر السلاح غير المرخص على الواقع الاجتماعي في العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة العملية فيها بعدين، البعد المحلي وهي رسالة محلية، والبعد الدولي وفيها مضامين أيضا للتوازنات الدولية. ما يعنينا بدءا في الشأن الداخلي أن هناك فرض إرادة، وفرض الإرادة والمناورة بالصنوف وبالقطاعات بهذا الشكل وقدرة الانتشار ومسك الأرض أمنيا عزز كثيرا من الأمن والاستقرار في هذه المناطق، فضلا عن أن العمليات وإن كانت عمليات ذات سعة ومحاور متعددة، ولكنها أدت إلى إسكات ما يطلق عليه بالسلاح المنفلت أو العمليات التي كانت تشكل قلقا للرأي العام. الرسالة التي هي للخارج أنه إحنا أمام استحقاق مهم، الإعمار والاستثمار، وهناك دول كبرى تراقب الوضع الأمني في العراق.
هذه الرسائل الإيجابية ستعجل من مسألة الإعمار والاستثمار، لا سيما نحن بدأنا في البصرة وهي رئتين العراق والإطلالة البحرية، وهي التي ستشكل خط الشروع لثورة اقتصادية تبدأ من البصرة وتنتهي بالقائم. نعم. وتشمل كل محافظات العراق. طيب. لذلك هناك استحضارات لمعركة اقتصادية. نعم. طيب أستاذ أحمد، طبعا أنت ذكرت طبعا فرض الإرادة، الإعمار، الاستثمار، هذا من جانب، لكن من جانب آخر هناك من يقلل من أهمية هذه العمليات ويعتقد أنها لم تحقق أهدافها، كيف تنظرون إلى هذا الموضوع؟ بالحقيقة العملية يقيسوها بمدى الاشتباك والاصطدام الذي يحصل، وهذه قضية غير صحيحة. فرض الإرادة يأتي عبر مسك الأرض أمنيا كما قلنا، وأن عملية التوسع والانتشار والمناورة في الصنوف ستجري ضمن عمليات متتالية، وبالتالي هو بالأساس المنطلق لمعالجة هدف أمني وليس عسكري، فلذلك ستكون العمليات محدودة، وما يجري من نشاطات أيضا ستكون محدودة، لأنه هو بالأساس التهديد ليس تهديدا واسعا كما كان في فترة الاشتباك العسكري. ولذلك نؤكد على أنه العملية من حيث التقييم هي عملية أمنية وليست عسكرية، ولكنها تأتي بنتائج إيجابية جدا، وستمهد لانفتاح العراق في مجال الإعمار والاستثمار، وهذه بالحقيقة معادلة باتت تشكل مصدر تفاؤل للعراقيين جميعا. وبالأيام القادمة سنشهد مزيد من الاستقرار ومزيد من الاندفاع الإقليمي والدولي باتجاه توسيع نشاطهم الاقتصادي في العراق، وهذه بارقة أمل للعراقيين. نعم. طيب أستاذ أحمد، هنا نتحدث اليوم طبعا ضمن هذه العمليات هناك إرهابي يفجر نفسه، وأيضا العثور على 50 صاروخ كاتيوشا ومعدات أخرى، كيف نحافظ على إنجاز هذه العمليات بعد تطهيرها بشكل كامل؟ ما هي الخطة المعدة؟ أحسنتم، ولذلك هذه الخطة احنا نتحدث عنها نقول مسك الأرض أمنيا. يعني احنا في فترة الانتصار عسكريا تحدثنا عن مسك الأرض عسكريا، ولكن كنا نحتاج إلى استراتيجية ردع أمني فيها وسائل متعددة، تبدأ بالجهد الاستخباري وتنتهي في هذه مثل هذه العمليات التي تؤدي إلى مسك الأرض أمنيا، وبالتالي يتكامل الجهد القتالي بين الجهد الأمني والجهد العسكري لتحقيق الأمن والاستقرار الشامل للبلاد. وما يعني يترتب من آثار الحقيقة إيجابية، والمسارات تسير باتجاه إسكات التهديد بشقيه الأمني أو العسكري، فضلا عن أن الحلقات التي تستخدم في المناورة بالصنوف وفي القطعات هي تشكيل ما يطلق عليه بالأحزمة الضامنة. هذه الأحزمة الضامنة ستؤدي إلى استقرار مراكز المدن ثم الأقضية والنواحي وإسكات التهديد في المناطق النائية التي لطالما وصفناها أنها خواص الرخوة. أيضا القطعات بدأت تشغل، فإذن هي عملية تحتاج إلى سقوف زمنية وتحتاج إلى تأني وروية في التقدم وفي الاشتباك حتى يصار إلى تحقيق الهدف المنشود. الخبير. نعم. الأمني أحمد الشريفي، شكرا لك، ابقى معنا وسوف نعود مرة أخرى حول هذا الملف الأمني. إذن متابعينا الكرام، نتواصل معكم في تغطية الملف الأمني، لكن هذه المرة ننتقل إلى قطاع آخر وتحديدا إلى محافظة ديالى والعمليات الأمنية المنفذة هناك. سيكون معنا مباشرة من ديالى شاكر الوندي. أهلا بك شاكر، ضعنا بداية في صورة العمليات العسكرية لديك، وما هي أبرز النتائج التي تحققت حتى هذه اللحظة؟ نعم زميلي، تحياتي لكم وتحياتي لكل المشاهدين. طبعا منذ الصباح الباكر من هذا اليوم الثلاثاء انطلقت عملية عسكرية واسعة النطاق، أو نستطيع بالأحرى أن نقول عملية أمنية، لأنه ليس هناك عدو مواجه لكي تكون مقاوم له. المهم هناك عملية عسكرية واسعة صباح اليوم من الجيش والشرطة والحشد الشعبي، وهذه العملية العسكرية في مناطق شمال شرق محافظة ديالى، وتحديدا شمال وجنوب قضاء خانقين وحوض نهر الوند، وكذلك منطقة الزور ومحيط ناحيتي السعدية وجلولاء. هناك تنسيق مشترك بين القطاعات العسكرية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي في هذه المناطق للتفتيش والتطهير. استراتيجية لاستلام كل لواء 4 محاور من هذه المناطق في عمليات التفتيش والتطهير، وكذلك استلام أو السيطرة على هذه المناطق بالكامل. الألوية المشاركة. نعم. من الحشد الشعبي 22 و23 و110 والأول والرابع.
هناك أيضا غطاء جوي خلال هذه العملية العسكرية الواسعة النطاق. هناك بعض المناطق المتموجة والمعقدة والمكثفة بالبساتين تحتاج إلى دقة. هناك جهد عسكري، جهد هندسي جيد من قبل هذه القطعات. هذا الجهد مشكور لأنها تمثل الصد الأول في العملية الأمنية هذه من حيث تفجير العبوات. هناك قبل دقائق وردتنا معلومات من قبل ألوية الحج الشعبي 110 تم تفجير عدد من العبوات وأيضا الاستيلاء على أوكار لعناصر أرهابية وتم تدميرها بالكامل. وأيضا تم تسليم هذه المناطق التي تم سيطرة عليها في أو تم تطهيرها وتفتيشها بالكامل في حوض نهر الوند وكذلك الشمال وجنوب قضاء خانقين، تم تطهيرها بالكامل وتفتيشها بالكامل وتم تسليمها إلى قطاعات عسكرية. هناك معلومات أيضا حسب ما وردتنا خلال مرافقتنا القطاعات العسكرية في هذه المناطق، هناك أوكار لدواعش قد تم تدميرها وأيضا عبوات ناسفة. وهناك أيضا هذه العملية العسكرية لن تقتصر على محافظة ديالى، أيضا مناطق أخرى محاذية لديالى تجاه محافظة كركوك هناك تنسيق عالي. وهناك معلومات وردتنا أيضا بأنه القطاعات العسكرية ستواصل عملياتها، نستطيع أن نقول الأمنية، من لأنه العملية الأمنية ستعطي إيجابية لهذه المناطق. هذه المناطق الناس الأبرياء هم الذين يذهبون أحيانا ضحايا هذه. وضحت الصورة يا شاكر. وضحت الصورة، شكرا جزيلا لك. دعنا الآن نعود مرة أخرى إلى ضيفنا داخل الاستوديو الخبير الأمني أحمد الشريف. أهلا بك مرة أخرى دكتور. نتحدث إذن عن عملية عسكرية في كركوك وفي ذات الوقت نفذت في محافظة ديالى. في ديالى نفذتها القوات التابعة للشرطة الاتحادية والحشد الشعبي بالإضافة إلى الجيش، وكانت من أربعة محاور. هذه المنطقة الجغرافية التي نفذت فيها العملية حتى هذه اللحظة بتضاريسها الصعبة، كيف يمكن أن نعمل على تأمين هذه المناطق خصوصا أنها شهدت أكثر من عملية عسكرية سابقة حتى هذه اللحظة؟ نعم، بالحقيقة قبل أن تبدأ العملية على المستوى التعبوي كان هناك بدء لعملية مسح عبر الجهد الاستخباري سواء كان البري أو الجوي، وحددت على أساس الجهد الاستخباري أهداف عديدة، وهذه الأهداف البعض منها كان لا يمكن الوصول إليه عبر الجهد البري، فكان الدور واضح لجهاز مكافحة الإرهاب في القيام بعمليات جوية بقوات محمولة جوا بإسكات تهديد محتمل صعب أن يعالج بريا. ثم بعد ذلك انطلقت العملية تحديد الموارد البشرية ثم أحكام القبض على الحدود، وحتى منسوب التسلل الذي كان في الفترة السابقة متاحا الآن ما عاد متاح، وإذا كان هناك تسلل يكون منظورا ومرصودا أما عبر الجهد التقني أو عبر العمليات الجوية. ففي تقديري ستنحصر بشكل كبير جدا العمليات في المرحلة القادمة بإذن الله، وستمهد للتأسيس لحالة البدء بالإعمار، وهذه بحد ذاتها ستشكل حالة من تفاعل للسكان المحليين ويشكل جهدا سالدا أيضا لقطاعاتنا الأمنية والعسكرية على مستوى الجهد الاستخباري في جعل نشاط التنظيم منظور اجتماعيا
وليس أمنيا وعسكريا فحسب. نعم، وضحت الصورة. شكرا جزيلا لك الخبير الأمني السيد أحمد الشريفي، كنت معنا. أبقى معنا لننتقل لملف آخر. إذن ننتقل الآن إلى ميسان، ومن هناك مراسلنا حيدر الجيزاني. نرحب بك حيدر. حيدر، ضعنا في صورة المشهد الأمني لهذا اليوم حول العمليات في ميسان وأبرز النتائج التي حققتها هذه العمليات. نعم، طبعا لليوم الثاني على التوالي تواصل فرقة الرد السريع المتواجدة في محافظة ميسان عمليات الدهم والتفتيش لعدد من أقضية ونواحي محافظة ميسان، وخصوصا المناطق التي دائما ما تشهد توترا أمنيا وكذلك نزاعات عشائرية متكررة لأسباب متعددة. طبعا هذه العملية لغاية اللحظة أسفرت عن طبعا مصادرة أكثر من 40 قطعة سلاح بين متوسط وخفيف، وكذلك إلقاء القبض على 6 من المطلوبين والمشتبه بهم للجهات القضائية، أضافة إلى طبعا حجز بعض المركبات التي لا تحمل أوراق ثبوتية. منذ ساعات الصباح الأولى طبعا باشرت قطعات الرد محاصرة ناحية العزير والتي تبعد مسافة 75 كيلومتر جنوب محافظة ميسان. هذه الناحية دائما ما تشهد نزاعات عشائرية متكررة وكما ذكرنا لعدة أسباب. حاليا القضاء طبعا تحت عمليات الدهم والتفتيش منذ ساعات الصباح الأولى، ولا زالت العمليات مستمرة في هذه الناحية. قبل قليل اتصلنا بالقيادات الأمنية في هذه الناحية وأكدوا لنا استمرار وتواصل العمليات الدهم والتفتيش لمصادرة وسحب السلاح غير المرخص، وكذلك طبعا متابعة أوامر القبض الصادرة بحق المطلوبين قضائيا إلى الجهات الأمنية. نعم، كنت معنا حيدر الجيزاني من ميسان، شكرا لك. ننتقل الآن إلى ضيفنا أحمد الشريفي. أستاذ أحمد، طبعا سمعت كل ما تحدث به مراسلنا من ميسان عن طبعا نتائج هذه العمليات التي تكون هناك في العمارة. هنالك لو تحدثنا طبعا بمجمل عن هذه العمليات، هنالك من يقول أن هذه العمليات هي استهداف للعشائر في هذه المناطق، لكن بالحقيقة هي ليس كهذه، وإنما الصورة الحقيقية هي المحافظة على طبعا الأمن هناك، وأيضا فرض القانون في هذه المحافظة، وأيضا مصادرة الأسلحة غير المرخصة. كيف تنظرون إلى هذا الموضوع؟ نعم، بالحقيقة هذه القضية يجب أن نوضحها، أنه لا رغبة للمؤسسة العسكرية والأمنية في الاشتباك مع العشائر، لأنه دخلت القطعات الأمنية والعسكرية بطلب من العشائر. هناك قوى متمردة، هذه القوى المتمردة باتت تسيء إلى عشائرنا العريقة وتفتعل أزمات لمصالح أو تقاطع في مسائل تتعلق بنفوذهم في المناطق. دخلت القطعات بطلب من العشائر وهي الآن مسنودة من عشائرنا، إدراكا منهم أن قضية زج اسم العشائر في النزاعات بات يؤثر على سمعة العراق، وهذا العراق ليس بلدا هينا في التوازنات الإقليمية والدولية أو في جذور التاريخ في قيمه ومبادئه. لذلك أكثر الناس الذين كانوا يلحون على السيد القائد العام للقوات المسلحة هم شيوخ ووجهاء العشائر في ضرورة أن تكون مثل هكذا عمليات. فمن الضروري جدا أن نؤكد على أن العمليات تستهدف السلاح المنفلت وليس العشائر، لأنه العشائر طيب أستاذ أحمد، هي عنصر ضبط اجتماعي. هل تعتقد فعلا بعد هذه العمليات التي تجرى هناك ممكن السيطرة على هذه النزاعات بشكل كامل؟ نعم، والدليل أنه هذه العمليات هي جاءت بالحقيقة وفق رؤى وتوجهات ومطلب شعبي، أي بمعنى ستكون مسنودة جماهيريا مدعومة عشائريا، فضلا عن أنها مباركة من المرجعية العليا. وهذه المعادلة بالحقيقة التي تحضر فيها القوى الثلاث المؤثرة اجتماعيا ستشكل حاضنة لقطاعاتنا في تنفيذ مهامها بإنسيابية وبكفاءة وبدعم شعبي. وإحنا نلاحظ إنسيابية النشاط تدلل على أنه السكان المحليين خير عون لقطاعاتنا في تنفيذ هذه المهمة التي توصف أنها مهمة وطنية، لا سيما أنها تمهد
لثورة اقتصادية. نعم. هي مطلب لكل العراقيين لأن فيها مصلحة. الخبير الأمني أحمد الشريفي كنت معنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، حياكم الله. متابعينا الكرام، نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها. بعد خلو جدول عمله من التشريعات الانتخابية، مجلس النواب يواصل جلساته ويناقش عددا من مشاريع القوانين. صالح والكاظمي يناقشان إجراء الانتخابات المبكرة ومطالبات بتجاوز الأخطاء وتصحيح المزار الديمقراطي. قرارات عدة تصدرها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والصحة العالمية تؤكد لا لقاح قبل منتصف العام المقبل. متابعينا في خبرنا الأبرز الآخر في هذه النشرة، بحث رئيس الجمهورية برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي بحث الأوضاع العامة في البلاد سياسيا وأمنيا واقتصاديا والخطط الكفيلة بتجاوزها. المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أكد وفي بيان أن الكاظمي لدى استقباله صالح ناقش أيضا استعدادات إجراء الانتخابات المبكرة، فضلا عن ضمان كل ما من شأنه ضمان نزاهة العملية الانتخابية لتكون نتائجها المعبرة الحقيقية عن إرادة الناخب. ومع استمرار الجدل بشان المادة المتعلقة بتعدد الدوائر الانتخابية، ارتفعت أيضا الأصوات الداعية إلى العودة للبطاقة البيومترية التي ألغيت بالتصويت على قانون الانتخابات. فتلك الدعوات يراها نواب ضامنا حقيقيا لنزاهة الانتخابات وغلق الأبواب أمام محاولات التزوير. يبدو أن الانتخابات المبكرة حمى وطيسها بشدة وألقت بحرارتها على المشهد السياسي من خلال بيانات وتصريحات وجدل سياسي، آخرها بيان لكتلة سياسية دعت فيه اعتماد التصويت البيومتري في الانتخابات المقبلة دعوة، وبحسب نواب فإنها ضمانة لنزاهتها. الحكومات المتعاقبة من 2006 لحد الآن كانت شائبة كثيرة تنتاب الانتخابات والكثير يتكلم عليها، وهي مسألة التزوير في الانتخابات. نحن في الآونة الأخيرة وخاصة بعد إقرار البرلمان كان تأكيد على موضوع مهم جدا، وهي مسألة البطاقة البيومترية. البطاقة البيومترية هي ضمانة لعدم المساس بنزاهة الانتخابات. خبراء في العملية الانتخابية دافعوا عن أهمية البطاقة البيومترية في الانتخابات لكونها تعد دعامة أساسية للانتخابات النزيهة، تحد من التصويت المتكرر والتصويت بالإنابة لاحتوائها على بصمة للعين والأصابع وصورة شخصية. مفوضية قطعة شوط في هذا المجال استطاعت أن تصل إلى رقم لا بأس به، يعني بحدود 50% أو إلى من 40 إلى 50% من الناخبين قد حدثوا بياناتهم البيومترية. متخصصون بالشأن الانتخابي تحدثوا عن أهمية فتح مراكز لتسجيل الناخبين وبدعم مالي من الحكومة لتحديث السجل الانتخابي للحصول على البطاقة البيومترية. المفوضية يجب أن تباشر من الآن بفتح مراكز تسجيل الناخبين وبدعم مالي من الحكومة، لأنه لا تحتاج إلى القانون في هذه المرحلة، وإنما هو إعداد حتى لو كانت الانتخابات الدورية يعني في 2022. فمن المهم أن تفتح مراكز تحديث سجل الناخبين وتسجيل الناخبين للمباشرة في عملية الحصول على البطاقات البيومترية. وبحسب متخصصين فإن البيومتري يعمل على تهيئة سجل ناخب رصين ودقيق يحد من التزوير. أثير عادل، العراقية الإخبارية، بغداد.
يعقد مجلس النواب اليوم جلسته الثالثة للتصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العراقية للاعتماد، فضلا عن القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التعداد العام للسكان. هذا وأنهى مجلس النواب أمس القراءة الأولى لمشروع قانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من ذوي المهن الطبية والصحية نتيجة التصدي لفيروس كورونا، كما أكمل أيضا مناقشة مقترح قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية، كما أكمل أيضا تقرير ومناقشة مقترح قانون الأندية الرياضية، وتقرير ومناقشة مقترح قانون سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية. إذن متابعينا، للمزيد حول جلسة مجلس النواب هذا اليوم سيكون معنا مراسلنا محمد العيداني. أهلا بك محمد، بداية ضعنا في صورة المشهد لديك، وما هي أبرز المواد التي ستكون حاضرة في جلسة هذا اليوم؟ نعم زميلي، يعني تأخر اليوم رن الجرس حتى الساعة 12:30، قد يكون أعضاء مجلس النواب في الطريق أو في اللجان، لكن رن مرة أخرى لدخول مجلس النواب إلى جلسات مجلس النواب. جدول أعمال جلسة الثلاثاء اليوم، أحد فقراتها التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيئة العراقية للاعتماد. أما المقترح أو الفقرة الثانية، القراءة الأولى لمشروع قانون التعديل الأول لقانون التعداد السكاني. ثالثا يعني الفقرة الثالثة، القراءة الأولى لمقترح قانون قرار مجلس قيادة الثورة المنحل، إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل. رابع فقرة هو سؤال موجه من النائب محمد صاحب الدراجي إلى وزيري المالية والتخطيط حول يعني ورقة الإصلاح الخاصة التي يتم الإعداد لها قبل فترة. نعم، طيب إذن هل تم انعقاد الجلسة الآن أم لا زالت حتى هذه اللحظة لم تعقد؟ يعني هو تم رن الجرس مرة ثانية لأعضاء مجلس النواب، وقد يكون توجهوا إلى القاعة في القاعة البرلمانية. وضعت الصورة، شكرا جزيلا لك محمد عيداني، كنت معنا مباشرة من داخل قبة مجلس النواب. مشاهدينا الكرام، تابعنا في النشرة وسنتابع أيضا في هذه النشرة. صالح والكاظمي يناقشان إجراء الانتخابات المبكرة ومطالبات بتجاوز الأخطاء وتصحيح المسار الديمقراطي. قرارات عدة تصدرها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والصحة العالمية تؤكد لا لقاح قبل منتصف العام المقبل. أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أن تحديات كبيرة تواجه العراق، تأتي في مقدمتها جائحة كورونا وتداعياتها الخطيرة على مختلف القطاعات. الكاظمي خلال ترأس اجتماع لجنة الصحة والسلامة الوطنية دعا وزارة الصحة وكل الجهات الساندة لها إلى بذل أقصى الجهود لتقديم أفضل الخدمات للمرضى المصابين، كما شدد على تواصل حملات التوعية الوقائية للمواطنين وحثهم على الالتزام بها.
متابعينا الكرام تتابعونا في النشرة أيضا. قرارات عدة تصدرها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، والصحة العالمية تؤكد لا لقاح قبل منتصف العام المقبل.